إذن يبدو أن احتواء صواريخ إيران البالستية من أولويات الولايات المتحدة وتمثل مصدر قلق لإدارة بايدن وللمنطقة. تمتلك إيران ترسانة صاروخية هائلة تضم صواريخ بالستية وأخرى مجنحة. إجمالي عدد الصواريخ الإيرانية يصل إلى 55,000 صاروخ، تضم عدداً كبيراً من الصواريخ قصيرة المدى مثل صاروخ شهاب 1 وصاروخ فاتح 110، إضافة إلى صاروخ قيام الذي يصل مداه إلى 800 كيلومتر. صواريخ إيرانية أخرى باسم سجيل ضمن فئة الصواريخ البالستية متوسطة المدى التي يصل مداها إلى حوالي 2000 كيلومتر. ولمواجهة هذا التهديد الصاروخي الذي تشكله إيران، تبقي واشنطن على انتشار عسكري في المنطقة في إطار سياستها لردع إيران، إضافة للقطع العسكرية البحرية المنتشرة في مياه الخليج. تنشر الولايات المتحدة منظومات للدفاع الجوي، لا سيما الباتريوت، وأيضاً بطاريات اعتراض من طراز ثاد، إضافة لطائرات وأخرى مسيرة تحلق في الأجواء بشكل شبه دائم. بالنسبة لمنظومة باتريوت الاعتراضية، فإنها مصممة للتصدي لأهداف تسير على مستوى مرتفع مثل الطائرات والصواريخ البالستية، وأساس عملها الدفاع على المدى البعيد، فيستطيع إصابة أهدافه الجوية على نطاق 160 كيلومتراً والصواريخ البالستية على مدى 75 كيلومتراً. كما يقوم سلاح الجو الأمريكي بجولات روتينية لقاذفات استراتيجية B-1 وأيضاً B-52، وهي رأس الحرب في سلاح الجو الأمريكي وتحمل على متنها قذائف نووية. كما تقوم البحرية الأمريكية بشكل دوري بإرسال حملات طائرات إلى مياه الخليج العربي، وذلك في ظل سياسة توجيه رسائل الردع لإيران سبيلاً للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.